السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بهذا بفيديو جديد، لكن هذا الفيديو فيه خبر مؤسف للأسف الشديد. بلغنا خبر وفاة زوج صاحبة قناة بيت تسنيم، وهي قناة ما شاء الله ليوتيوبرز جزائرية تعمل فيديوهات متنوعة، نصائح، تقدم طاقة إيجابية لجميع المتتبعات اللي مشتركين عندها في القناة نتاعها. للأسف الشديد بلغنا خبر وفاة زوجها. إن لله وإنا إليه راجعون. ترحموا عليه إن شاء الله يا ربي يغفر له. دعواتكم لزوج صاحبة قناة بيت تسنيم، وهنالك من يرجع سبب وفاة يعني زوجها بسبب يعني صعقة كهربائية، الله أعلم. إن شاء الله ندعو إن شاء الله بالصبر لبيت تسنيم ودعاء للميت. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وعافه واكرمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. آمين يا رب العالمين. يا ربي صبرك إن شاء الله يعني لزميلتي في هذا المجال. يعني حبيت فقط نعظم لك الأجر وليك يعني وجميع العائلة تاعك، أقول لك ربي صبرك. أكيد ماهيش سهلة، يعني ماهيش سهلة يعني أنك تفقدي عمود الدار وأساس الدار، لكن كل أعمار بيد الله، قدر الله ما شاء فعل وفعل. ربي يشد لك إن شاء الله في وليداتك وفي طول لك في عمرك إن شاء الله يا ربي. وقل لك إنا لله وإنا إليه راجعون.